بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي في الشوط الاول سيطر عليه النادي الاهلي ولكن بدون خطوره حقيقيه على المرمى، سوى هجمه وحيده اللي اطاح بيها بيرستو فوق العارضه، وبلديه المحله مكتفيه النهارده انها بتلعب في نص ملعب، يعني ما كانش ليها وجود الا على استحياء في بعض الفترات كورتين او ثلاث كور. اتفقنا مع بعض قبل المباراه بتبتدي على ثلاث حاجات. انت ما بتلعب اي منافس وانت اقوى منه وعارف ان انت النادي الاهلي وانت خارج من مباراه عاملها مباراه كبيره وكده، فبيبقى مستنيك تقول كلمتك في الملعب ورد فعل ليك في وفي حاله تاخرك عن الكلام انك انت تبقى انت المتفوق وانت سابق التهديف وكده بتطمعه وبيبقى معاك في المباراه، وممكن كل احتمالات ممكن يروح بيك على واحده ويحصل انفراد وما تبقاش اوف سايد، وزي ما شفنا كده ممكن ضربه ثابته يا كورنر ليهم يحصل انك انت اللي اتاخرت بالهدف. وفي حاجه ثانيه كمان مهمه جدا، مفهوم ان انا اكسب المباراه في اي وقت ده يدفعك الثمن غالي، يعني هلعب المباراه بحساب وانا بفكر بميكالين او بفكر في ادائين فده مش هينفع، خاصه ان انا مش شايف ان انا معايا منافس عامل لي اي ازمه في اي حاجه. ده كل اول تلت ساعه، اول ربع ساعه، اول 25 دقيقه كل كره في نص الملعب مقطوعه منهم ورد فعل مننا احنا وكانتر اتاك لينا احنا واحنا اللي نقدر نروح. واضح جدا ان الكهرباء فين في الاخر 10 دقائق لما ابتدى تحس بوجوده، واضح جدا ان نجاح كره عرضيه وحيده اللي هي جت بتاعت اكرم توفيق اللي انت اتكلمت منه، واضح جدا ان الكره العرضيه اللي راحت لبيرستاو هي دي الوحيده اللي لو حطها اي حته في اي في الجون فهي الناس كلها مستنيه تطلع كره من جوه. فمفهوم انا بقول لك كبحس لعيب كوره يعني مفهوم ان انا بلعب فرقه زي دي واحترامي طبعا ليها وكل حاجه واكسبها في اي وقت ده مش في الكوره ولا عندنا. انا بنزل وبعدي من واحد واثنين وبدوس وبشوط وكره بتيجي يا ايمن جون وبعزز الهدف، ها دي مهمتي اللي انا رايح فيه عشان النهارده. لا بنقول تشكيل في حاجه ولا بنقول تقصير ولا، ولكن اللعيبه مش حاضره، تركيز في نهاء المباراه مش موجود. كل ساعات كده الماتشات تبص ايه احس ان كل لاعب بيتكل على اللاعب اللي جنبه ان هو اللي يبقى السوبر النهارده، كل لاعب يبقى متكل على هجمه تخلص ما بعملش ما بيكملش يا ايمن، نص الملعب ما بيبقاش باكينج ليك في 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 مساحات كبيره قوي بين مروان واكرم وامام وما لهمش هارموني الثلاثه، انا مش عارف بيلعبوا يعني تحس ان هم مستطيل مش مثلا مثلث او اي حاجه. الطبيعي يعني بتاع الكوره ان كل واحد بيبقى متمركز التمركز اللي يسمح له يترجم الحاجات اللي احنا بنقول اللي هي الاهداف او اي حاجه. صحيح. فنتمنى ان كل ده في الشوط الثاني عندك بره على الاحتياطي، يعني في كريم فؤاد في نوعيه مباريات معينه عنده سرعات ونقل الحركه من نص الملعب مكان اكرم توفيق ممكن يبقى موجود، وعندك محمد مجدي قفشه من الناس اللي هي بتمسك كوره وتقدر تنظم لك اللعب كله. صحيح. كابتن اسامه، بالرغم من سيطره النادي الاهلي واستحواذ في اغلب فترات الشوط الاول الا ان تاخر الاهداف جعل في صالح البلديه نتيجه المباراه حتى الان. ما قلنا البلدية النهاردة واضح اللي بيلعب بتحفظ، بيحاول يلعب على الضربات الثابتة، يعني جاله 3 4 ركنيات حتى الأوت الطويل بيلعبها جوه ال 18 عشان يقرب للجون بأي طريقة، لأنه ما فيش حل تاني، هم ما بيروحوش بخطورة من لعب لمرمى مصطفى شوبير. فهي الضربات الثابتة ومتمركز ورا، أنت في حركة وبتجري كتير وناس كتير بذله جهد كجهد، ولكن مفيش تنظيم شويه في اللعب، يعني في استعجال وصربعه ومفيش تنظيم شويه في نص الملعب. يعني اكرم عامل مجهود كبير جدا، بيضغط كويس قوي، بس احيانا بتوصل لحد انه ممكن يصيب نفسه، يعني اكتر من كوره كان بيخش في اشتراكات معينه ممكن يعور نفسه، لكن بيضغط بشكل كويس، واكتر من كوره قطعها، وفي واحده كانت خطر جدا قطعها في الدقيقه 25 لكهرباء البرسيتاو، برسيتاو حطها الجون شالها حلو قوي، دي كانت فرصه هدف. أيوة. هدف لبرسيتاو برضو اللي لعبها له رضا سليم بدماغه لو حطها، هي بس عايزه جون
يفتح الماتش المباراة. لان هم متكتلين وبيلعبوا بحماس قوي، لكن انت مش قادر تخلص الـ 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 الفرص. صحيح جت قليله بس جات لك فرصتين، يعني ثلاثه فرصتين حقيقتين لبيرسي تاو، بيرسي تاو وفي واحده لاكرم توفيق بس جت في رجل المدافع، اتعملت كويس قوي من امام لرضا سليم، رجعها لاكرم شوت من داخل يعني من قريب من 6 يارده خبطت في المدافع. لكن النهارده الجنب اليمين هاني وبيرسي تاو بيتحركوا فيه كتير، الناحيه الثانيه شويه اقل. علي معلول النهارده في المشتركات الهجوميه مش زي الماتشات اللي فاتت، عايزين نزود، وممكن يعني في حد ينزل مع امام في نص الملعب، لان امام مش مايل ناحيه الشمال النهارده، امام بيخش للعمق واحيانا بيتحرك ناحيه اليمين. امام لما كان مركز الماتشات اللي فاتت ناحيه الشمال كان عامل جبهه قويه قوي مع معلول وحسين الشحات، فيعني يركز اكتر في الجنب الشمال، اعتقد هتبقى الخطوره اكتر. طب يعني كابتن عادل سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. يعني سريعا كده، المباراه محتاجه نص الملعب يبقى فيه تغيير، ولو اكرم توفيق، لانه مش محتاج مروان عطيه اكرم توفيق في الملعب الاثنين مع بعض، لان فرقه بلديه المحله عامله عمق دفاعي وما بتنقلش في نص الملعب، وما بتعملش الا الكور الطويله، فانت مش محتاج ثلاثه في وسط الملعب يكونوا ديفندرات ان هم يدافعوا، انت محتاج ثلاثه يلعبوا كوره ويمسكوا الكوره زي قفشه، ويبقى مروان في وسط قفشه وامام عاشور الاثنين. الحاجه الثانيه المهمه، انت محتاج السرعات قدام، لانك انت بتتاخر في الباص وبتتاخر في التحرك من تحت لفوق، علشان كده فرقه بلديه المحله بترد وبترد سريع قوي. وبلديه المحله فاجئتنا النهارده ان هي لعبت دفاع بحت، يعني ما عملتش اكتر صحيح. من ان هي تقف 5-4-1، وحتى الواحد بيبقى نازل. ده هو غير اسلوب اللعب النهارده احمد عبد الرؤوف، هو غير صحيح. طبعا غير 4-5-1، لكن هو المهم انك انت الاحتياجك في الملعب انك انت تغير واحد في وسط الملعب، ولم يكن اكرم توفيق، وتحط قفشه جنب يبقى مروان تحتيهم، وقفشه وامام عاشور فيهم. طيب شويه كابتن بلال، حلول مستر كولر شوط تاني لحسم المباراه. بص، الحلول في حاجتين من وجهه نظري يا كابتن. رقم واحد، انا شايف ان الملعب يعني واسع كبير، يعني بنلعب في مساحه كبيره جدا جدا، في المساحه برغم ان ملعب بلديه المحله المفروض ان هو ملعب صغير مش ملعب كبير يعني، لكن المساحات واضح ان في مساحات كبيره جدا ما بين اللعيبه وبعضها، فمطلوب انك تقرب المساحات دي على قد ما تقدر، لانك بتلعب مع فرقه هي بتلعب اصلا على كاونتر اتاك، يعني بتلعب دفاع، بتلعب زون ديفنس مش من نص ملعبها كمان، ده بتلعب دفاع من بعد نص من بعد الدايره، فلازم تقرب المسافات دي ما بين اللعيبه من بعضها، سواء اذا كان المسافات بالطول او بالعرض. رقم اثنين، انا شايف ان وجهه نظري يعني الطريقه تتغير من 4-3-3 ل 4-1-3-2، لازم 4-1-3-2 هيبقى عندك زيادة عدديه في نص ملعب، يبقى عندك اللعيبه قريبه من بعضها، يبقى عندك اثنين راسين حربه تقدر تشغل عرضي كويس، تقدر تشغل من نص ملعب بشكل كويس. اللي ينزل ممكن يكون حسين الشحات بديل اي لعيب من نص ملعب، حسين الشحات ممكن يقوم بالحته دي كويس حلو، فاهم قصدي؟ يزود لك الحته الهجوميه، يعني عنده مهارات، هيبقى في لجوء للدكه من بدايه الشوط الثاني. انا يعني اتمنى كده، بس انت عارف ممكن يصبر شويه مستر كولر، ممكن يصبر شويه، لكن انا من وجهه نظري الشخصيه عشان الماتش ما يتسرقش مننا، هم بيدافعوا وعاملين يعني زياده عدديه كبيره جدا في نص ملعبهم، فده هتخترقوا ازاي؟ بالكرات السريعه والقرب، فلازم اللعيبه تبقى قريبه من بعضها. المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه، انت عندك الوحيد اللي بيشتغل في الوقت الحالي او اللي فايق في الوقت الحالي هو رضا سليم، هو عمل لك 3-4 كرات من ناحيه الشمال. امام عاشور نوعا ما، فامام عاشور محتاج حد جنبه يسند معاه في نص الملعب، تمام؟ لان الضغط كتيره من لعيبه، او اعداد كتيره من لعيبه البلديه، فمحتاج تحط واحد جنبه زي حسين الشحات، وتغير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-1-3-2، يبقى عندك ثلاثه تحت راسين الحربه، وتلعب براس حربه تاني عشان كمان الكرات العرضيه، لان محمد هاني عمل كرتين ثلاثه. معلول راح بواحده، ورضا سليم راح عمل باثنين، ما لقيتش برضه حد، لقيت برضه في النهايه اللي بيضيع هو وجود رضا سليم على الخط قافل شويه على علي معلول، لان علي مقل النهارده في اداء الواجبات الهجوميه. خد بالك، ممكن تكون دي تعليمات، ممكن يعني ممكن تكون ليه؟ لان لو خدت بالك يا كابتن ايمن، البلديه بتعتمد على ايه؟ ان الرايت وينج بيقوم عامل ايه؟ بيقوم مكمل، هو دايما هم سايبين الرايت وينج على طول، ما بيدافعش، هم بيعملوا يقطع ويلعبها، هو يتحرك التحرك العرضي فتتلعب له. فعلي معلول دايما عنده مهمتين النهارده، مهمة الدفاعية ان هو واقف على الخط بيدافع في الحتة دي، والمهمة التانية ان هو بيكمل كمان مع الرايت وينج بتاع البلدية،
فحته التكمله بتاعته هتبقى فيها مخاطره شديده بالنسبه للنادي الاهلي، فهو بيكمل على استحياء، مش بس فكره ان رضا سليم قافل عليه في الحته دي، لانه عنده مهمه دفاعيه كبيره النهارده اللي هم بيلعبوا على الحته. وبعدين كمان زي ما انا قلتها من شويه بلال بيقول قالها، رضا سليم على الخط حتى امام عاشور كان بيميل ناحيه الجنب الشمال مع معلول وحسين، داخل للعمق قوي طول الشوط. مزبوط. طول الشوط داخل للعمق او يروح ناحيه الجنب اليمين، ما بيلعبش ناحيه الجنب الشمال، يظهر ان هم موسعينها لرضا هو اللي اتحرك فيها. فعشان كده انا بقول لك امام ممكن يروح ناحيه الجنب الشمال، لانه كانوا عاملين خطوره هو وعلي وحسين. يعني تعليمات اعتقد لانه داخل للعمق كتير قوي. ماشي، ما احنا بنشوف بيرسي بيخش للعمق برضه، ولكن رضا سليم ما عملهاش النهارده. لا انا بتكلم على امام، انا مش بتكلم على رضا. لا انا بتكلم على الثالث اللي هو في نص الملعب، مايل للعمق تحت راس الحربة اكتر. كان الماتشات اللي فاتت تحس انه مايل ناحيه الجنب الشمال. مزبوط. وبيتحرك في الجنب الشمال، معظم التسديد اللي شاطه، الهجمات اللي كان بيعملها هو وحسين وعلي معلول، الوان تو هات والحاجات دي في الماتشين اللي فاتوا بتوع الاتحاد والاسماعيلي. صح. فهو داخل للعمق كتير. هتستلزم تغييره من على الدكه ممكن، ما في البدايه مستر كولر ما يغيرش، اعتقد انه هيفضل على كده شويه وبعد كده هيغير. اعتقد تستلزم عشان تغير، هي تستلزم عشان تغير. ممكن تشيل واحد، لازم لعيب، ممكن تشيل واحد امكانياته اكرم امكانيات ومروان، وتحط مثلا واحد زي قفشه او واحد زي حسين الشحات. انت عارف يا كابتن اسام هما بيهاجم بمين؟ هو تقريبا بيشتغل كل الشغل بتاعه كرات طوليه، كرات طويله. لا فانت مش محتاج كم اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب مع الاثنين السنتر باكس اللي موجودين عندك. صح. تمام، مع الدخله بتاعت علي معلول كتير جدا جدا على 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 المباراه نفسها، على طريقه لعب البلديه نفسها. محتاج 2-8 عند الطموح. انا بقول ان محتاج السرعه. انا بقول ان الراجل نفسه ممكن مستر كولر يعني ياخر التغيير، لكن هي محتاجه ان حد ممكن يتغير في نص الملعب. بس هو محتاجه في الملعب انك تغير طريقه اللعب في السرعه، بسرعه الاداء، لان بيرجعوا يرتدوا جامد قوي. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.